لكن لعل من لحظات الألم الشديدة التي تبينت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد درست أنا مسألة الصبر ونظرت، لم أجد ألما أشد من ألم فقدان الولد. الأم لما تفقد ولدها والأب لما يفقد ابنه، يعني ألم شديد. النبي صلى الله عليه وسلم مر بهذا الحال 6 مرات. أي ألم هذا! النبي صلى الله عليه وسلم له 7 أولاد، 3 ذكور و4 إناث، القاسم وعبد الله وإبراهيم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. الإنسان لما يفقد ولد الألم شديد. النبي صلى الله عليه وسلم مات له وهو حي 6 من أولاده 7، ما عاش من أولاده بعد وفاته إلا فاطمة رضي الله عنها، وماتت بعده ب6 شهور. تخيلوا الإنسان لما يفقد ولد، يفقد ولد ثاني، يفقد بنت، يفقد بنت ثاني، 6 من 7. ما أصبرك يا رسول الله! لم يصرخ ولم يتأفف ولم يقل إلا خيرا. مات أولا ولد القاسم ابن من أولاد الذكور، الابن الأكبر له، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه بيديه الشريفتين. ثم مات عبد الله ودفنه بيديه، وماتوا صغار، يعني هذا مات عمره 6 سنين، هذا مات عمره 4 سنين، ماتوا صغار. وماتت ابنته الكبرى زينب، وابنته الثانية رقية، وابنته الثالثة أم كلثوم، وهن كبار. يعني ذاق فقدان الولد الصغير والكبير. ومن الأحداث التي ذكرت والمشاعر التي ذكرت للرسول، الإنسان يبقى في النهاية صحيح رسول عظيم، لكن إنسان. لما جيء له بابنه إبراهيم، ابن إبراهيم من ماريا القبطية رضي الله عنها، جيء له بابنه، والمنظر، يعني أنا لما كنت أقرأ وأتخيل المنظر، منظر مؤلم. هكذا في الوصف، ولد صغير عمره أقل من 2 سنين، ما زال رضيع ما فطم، وصدره يقرقع، هكذا في الحديث في الوصف. صدر إبراهيم يصدر أصواتا، فحمل ووضع في يدي النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الواحد شايل ابنه وابنه يموت بين ذراعيه. النبي صلى الله عليه وسلم بدت عيونه تنزل دموع. ابن عباس رضي الله عنه يقول: لا تبكي يا رسول الله، تبكي يا رسول الله. فقال كلمة فيها مشاعر لكن فيها تعليم، ما هو الصبر؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يعني الصبر ليس معناه أن الإنسان ما يتأثر، الصبر معناه أن رغم التأثر يمسك نفسه، ما يقول شيء يغضب الله، ما يقول شيء إلا يرضي الله. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. مشاعر فياضة للنبي صلى الله عليه وسلم. الصبر ليس فقط بالمواقف، وإنما بذكر الأجر العظيم. يقول: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتى الله عنه خطاياه، تسقط الخطايا والذنوب كما يحات ورق الشجر، كما يسقط ورق الشجر. هذا الصبر العظيم الذي رأيناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معه خلق آخر يكمله، وهو الحلم. يقولون الصبر نقيض الجزع، يعني إذا ما صبر تلقى يجزع ويفقد
تماسكه فيصرخ ويشق، هذا نقيض الصبر. أما الحلم فهو نقيض الغضب، الحليم هو الذي لا يغضب. النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف مثل موت أولاده ولا نحوها ولا الفقر الذي كان يصبر صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان يعامل معاملة سيئة ولا يساء إليه كان يصبر ويحلم. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين وزع الغنائم، فواحد من هالأعراب الطماعين قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يعني أنت ما أنت عادل يا محمد، فاحمرت وجنتا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه كظم نفسه قال: يرحم الله. شوف شوف، يعني في هالموقف اللي كان مفروض يعني يؤدب هذا الذي تجرأ وقال هذه الكلمة، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مسك نفسه. هذا الحلم، الحلم إن إنسان يمسك نفسه وهو يستطيع أن يثأر، فأمسك نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يرحم الله أخي موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا. بني إسرائيل جننوا موسى عليه السلام من تصرف سيء إلى تصرف أسوأ، ومع ذلك صبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا، يقول: يرحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ذكر نفسه بالحليم الصابر حتى يقتدي به، ونحن نذكر أنفسنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نقتدي به. والله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حليما، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وذكره بهذا المعنى في عدة آيات: والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. طبعا كظم الغيظ ان الانسان بس يمسك نفسه، اما الحلم فهو يستطيع ان يثأر ومع ذلك يمسك نفسه. يعني احيانا الانسان يمسك نفسه لانه عاجز، هذا يسموه كظم غيظ، لكن يمسك نفسه وهو قادر هذا نسميه حلم. وتجلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف مع عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول سيد المنافقين، زعيم المنافقين، تظاهر أنه مسلم وشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، ويعني كان يستغل هذه المواقف لأجل أن يطعن في الإسلام، وهو الذي دعا إلى بناء مسجد الضرار لينافس المسجد النبوي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرقه. في إحدى المعارك في غزوة بني المصطلق كانت هناك تصرفات هوجاء من هذا المنافق الكبير عبد الله ابن أبي ابن سلول، وتجلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وعفوه تجلت في تعامله مع هذا الرجل. في غزوة بني المصطلق، العلماء يسمونها غزوة العجائب لكثرة الأحداث التي فيها، هذه هي نفس الغزوة التي حدثت فيها يعني حادثة الإفك، سنتكلم عنها إن شاء الله. في العودة من غزوة بني المصطلق حدثت مجموعة أحداث، من هذه الأحداث العجيبة التي حدثت أن اثنين من العبيد الذين تحرروا، العبد لما يتحرر يسمونه مولى، فواحد مولى لمهاجر مع واحد عبد تحرر مولى لأنصاري، ذاهبين عند الماء فحدث بينهم احتكاك، فواحد بدأ يسب الثاني فرفعوا السيوف على بعض، فصرخ واحد منهم: يا للمهاجرين! والثاني هذاك العبد الثاني اللي تحرر المولى الثاني قال: يا للأنصار! فالمهاجرين لما سمعوا واحد ينادي باسمهم جاءوا، والأنصار لما سمعوا من يناديهم جاءوا، وإذ مواجهة بين المهاجرين والأنصار، وهذا يدعو المهاجرين ل يعني حمايته والهجوم على الأنصار، وهذا والصحابة يعني ما هم عارفين ماذا يفعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع بالخبر ففورا جاء، قال: أدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ هذا التفاخر، هذا من البلد الفلاني وهذا من البلد الفلاني، وهذا هذه ليست من الإسلام في شيء، دعوها فإنها منتنة. أدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ هذا كلام من أصول الجاهلية وأنا ما زلت حي.
فالنبي صلى الله عليه وسلم فرقهم فرجعوا. هنا عبد الله بن أبي بن سلول استغل الموقف فجالس مع مجموعة من المنافقين، وجالس معهم واحد مؤمن لكنه شاب صغير، زيد بن أرقم رضي الله عنه. فماذا فعل؟ قال: أو فعلوها، يقصد المهاجرين، هو يعني يعتبر نفسه من الأنصار، كاثرونا في بلادنا، أنتم الغلطانين، فتحتوا لهم بلادكم، لو أنكم منعتم عنهم الطعام ومنعتم عنهم المزارع لاضطروا لترك المدينة، لكن لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. صدق القائل: سمن كلبك يأكلك. سمناهم المهاجرين قاموا أكلونا، ويريد الآن أن يثير فتنة، لكن كلمة خبيثة، سمن كلبك يأكلك، من يقصد؟ يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصد بها نفسه، الأذل، يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم. زيد بن أرقم الشاب الصغير المؤمن، رغم أن من قوم عبد الله بن أبي بن سلول، لكن ما يرضى أن أحد يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، ولو كان زعيمة، ولو كان حاكمة، ولو كان من أهله، ما يرضى. فذهب فورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، سمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، فنادى واحد من المؤمنين من سادة الأنصار من جماعة عبد الله بن أبي بن سلول، قال: أما بلغك ما يقول عبد الله بن أبي؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال له: يا رسول الله، هو الأذل وأنت الأعز. يا رسول الله، إن شئت قتلناه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وذلك حتى لما جاء وقت وفاته هذا عبد الله بن أبي بن سلول، النبي صلى الله عليه وسلم أصر أن يصلي عليه. يأتي عمر بن الخطاب يقول: يا رسول الله، منافق، لا تصلي عليه. قال: دعني يا عمر. قال: يا رسول الله، إن الله نهاك أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال: أستغفر له أكثر من 70. من يفعل هذا مع خصم مؤذي إلا من وصل القمة في الصبر والحلم؟ ما أعظمك يا حبيبي يا رسول الله. وصبر كذلك على قاتل عم حمزة، تعرفون وحشي اللي قتل سيدنا حمزة رضي الله عنه، وحشي يقول: أنا ما قتلت إلا من أجل أن أتحرر. فلما قتل حمزة ترك المعركة، وفعلا حرر بسبب قتله لحمزة. لما انتصر الإسلام وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وحشي يقول: فهربت من مكة وذهبت إلى الطائف. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وجاء يحاصر الطائف، أردت أن أهرب. بعدين جاني واحد قال لي: يعني من وين ستفر؟ هو من انتصار إلى انتصار. نصيحتي لك أن تسلم. قال: أخشى أن يقتلني قبل أن أسلم. قال: أنا أوصلك. فأخذه إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: هذا يريد أن يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر أنه إذا أي واحد يرى وحشي أن يقتله فورا. هو الآن يريد، ما يريد الإسلام، هو يريد أن ينجو بنفسه بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فعثمان أمره، قال: تلثم. فتلثم فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هذا رجل يريد أن يسلم. قال: ابسط يدك. فبسط يده وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم انتبه، قال: اكشف لثامك. فإذا هو وحشي. قام الصحابة يريدوا يقتلوه، قال: اتركوه. قال: حدثني كيف قتلت حمزة. فبدأ وحشي يصف الموقف،
والنبي صلى الله عليه وسلم يحمر وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد معركة أحد لما شاف حمزة مقتول قطعوا أذنيه وقطعوا أنفه وفتحوا بطنه وأخرجوا كبده. النبي صلى الله عليه وسلم تألم ألم شديد مرة أخرى. يعني هو إنسان، لا تنسون أنه إنسان عمى ومن أعظم المسلمين يفعل به هذا. النبي صلى الله عليه وسلم وقف وهو يغلي يقول والله ما وقفت موقفا قط أشد علي من هذا الموقف. الآن ظفر بوحشي اللي قتل حمزة. فقال له صف لي كيف قتلت حمزة. فبدأ يصف له والنبي صلى الله عليه وسلم يغلي لكنه ماسك نفسه. فلما انتهى ويعرف أنه ما جاء يسلم لأنه فعلا مسلم، جاء يسلم حتى ينجو من الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غرب عن وجهي لا أراك، لا تخليني أشوفك. كان قادر يقتله، يعرف أن إسلامه ما هو حقيقي، لكن هذا الصبر والحلم. من فينا في موقف مثل هذا يستطيع أن يثأر ومع ذلك يصبر؟ هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وله مواقف عجيبة جدا، أشياء بسيطة تدل على صبر وحلم. هذا الصبر والحلم العظيم غير أخلاق الناس من حوله. يأتي إنسان يريد الفجور فيتغير، يأتي إنسان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فينقلب محبا للنبي صلى الله عليه وسلم. بسبب ماذا؟ بسبب الحلم العظيم والصبر الجميل الذي كان له عليه أفضل الصلاة والتسليم. من الأمثلة على هذا، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه فقال يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك، فإنكم يا قريش قوم تظلمون. يعني هو بعد ما يعني أنت تريد تطلب، على الأقل اطلب بأدب. هذا يطلب بسوء أدب ويسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسيء إلى أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا قاموا الصحابة يريد أن يضربوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه. فقال تعالى معي. فدخل في بيته، قبل ما يدخل في بيته قام النبي صلى الله عليه وسلم زاده قال هل أحسنت إليك يا أعرابي؟ قال لا ولا أجملت. الأدب سوء الأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى. فدخل في المنزل فأعطاه زيادة. قال رضيت؟ قال لا. فظل يعطيه حتى قال رضيت. قال رضيت وجزاك الله خيرا من أخي عشيرة. بدأ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بالمال تغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تعال معي. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم. قال إن هذا أعطيت فلم يرضى، ثم أعطيته وأعطيته فزعم أنه رضى، فهل رضيت يا أعرابي؟ فوقف قال نعم رضيت وجزاك الله خيرا من أخي عشيرة. بدأ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه قال إن مثلي ومثل هذا كمثل رجل عنده ناقة هربت، فجاء الناس يلحقونها فازدادت هروبا، فجاء صاحبها قال اتركوها أنا صاحبها نعرف لها. فبدأ يحرك ثوبة لها ويناديها فبدأت ترجع له. يعني بمثل هذه التصرفات أنقذته من النار، لو تركت لكم كان هربتوه من الدين وهربتوه من الإسلام.